الرحمن الرحيم. اول شيء مرحبا بكم على بركه الله باش نبداو في مسابقه مختلفه تشامبيونز ليغ، فيها تقريبا احسن الانديه على المستوى الافريقي في المرحله هذه. اكيد باش يكون فيها نسق قوي، لازم نكونوا مستعدين على المستوى الكل، بدنيا خاصه، تكتيكيا، ذهنيا، بقدرة السميع العليم، باش نعملوا انطلاقة متميزة من أول مقابلة هذه ضد الفايبرز، باش يكون منافس عنده إمكانيات محترمة. لازم نكون جاهزين على المستوى الكل باش الأداء متاعنا فرديا وجماعيا يطلع الفوق، وإن شاء الله نعملوا بداية قوية إن شاء الله. أكيد عنا مدة وإحنا نعملوا في تخافاي سبيسيفيك مع اللاعبين الكل. اليوم عندنا مجموعة قاعدة تخدم، مجموعة أليكوت قاعدة وسانتو، قاعدين يحبوا سيغتو يقدموا على المستوى الكل. نتكلم على خط الهجوم، نتكلم على وسط الميدان، نتكلم على الدفاع. صحيح فما حاجات اللي مطالبين باش نقووا فيهم في أسرع وقت، حمزة، سفيان، رحيمي والمهاجمين الكل اللي موجودين على ذمة الفريق مطالبين في فتره كما هذه باش يساعدوا الفريق نتاعهم على المستوى الكل. هما ماهمش قاصرين، قاعدين يخدموا 100%، قاعدين يضحيوا، قاعدين يسمعوا في التوصيات، وان شاء الله يكونوا موافقين باش يعاونوا الفريق نتاعهم على خاصه على مستوى الشامبيونز ليغ والاستحقاقات الجايه ان شاء الله. بالنسبه للزرهوني، البدايه نتاعو كانت اول امس، لكن جاء عنده اصابه مع الفريق نتاعو، عنده تمطط عضلي على المستوى السكيو جومبي، عمل المرحله الاولانيه التاهيليه مع الستاف ميديكال، ويتعدى للدوزيام فاز مع لي بريباراتور فيزيك. مازال تو في مرحله مع لي بريباراتور فيزيك، مازال ما دخلش في الجروب، ماشي في الطريق الصحيح ان شاء الله. ديكو يسترجع نسبه مهمه من اللياقه نتاعو، ان شاء الله يدخل مع المجموعه. بالنسبه للمقابله هذه مش باش يكون موجود، خاطر مازال في الفاز 2 اللي هي مع لي بريباراتور فيزيك، مازال ما دخلش مع الجروب. كنت انا مطولا قبل الميركاتو، والناس كل تعرف شنو رايي على مستوى تعزيز الفريق. المرحله هذيك مشيت، تو اليوم نتكلموا على كونفرنس دو بريس نتاع مقابله نتاع اول جوله في الشامبيونز ليغ. بالنسبه لي انا ما عادش باش نتكلم على لاعبين افتراضيين اللي كانوا نجموا يكونوا موجودين ومش موجودين. عندنا مجموعه ثقة تامة فيها في الإمكانيات نتاعها باش نقاتلوا على كل الاستحقاقات، أولهم الشامبيونز ليغ. المجموعة هذه فيها المعدن نتاع دي كومبيتيتور، فيها المعدن نتاع ناس رباحة، فيها المعدن نتاع ناس تجم تقول كلمتها في الكومبيتيسيون هذه. كونفيونس توتال في لي جوار. مانتنا لازمنا نبداو بالمقابلة، نعملوا سيغتو اونتام باي، نعملوا بداية متميزة، انطلاقة قوية، وهذا يتطلب حضور سيغتو بدني كبير، حضور ذهني كبير. في مقابلة الأولانية ماناش محظوظين اللي في غياب الجماهير نتاعنا، لكن نقول اللي كانوا صحيح هما مش باش يكونوا حاضرين في المقابلة، لكن باش يكونوا حاضرين في عقول اللاعبين، حاضرين في قلوب اللاعبين. اللاعبين يفكروا فيهم، واللاعبين مستعدين ان شاء الله باش يفرحوهم، لكن الغياب نتاعهم فوق الميدان صحيح، وتشجيعهم ماهوش باش يكون موجود، لكن في عقول اللاعبين وقلوب اللاعبين راهم جماهير حاضرين وفغاتو ان شاء الله باش نفرحوهم. نفس الشيء عبد الله عنده اسبوع من اللي التحق بالفريق، اضافه كبيره كيف هو الزرهوني والوردي للمجموعه. اليوم على مستوى الحالة الصحية نتاعو طيبة، قادم من اللي جاء دخل بالكورة مع المجموعة، لعب معنا 45 دقيقة في مقابلة طنجة، لكن بدنيا مازال تقريبا 50% من الإمكانيات نتاعو من الجانب البدني. الحمد لله على المستوى الإصابات ما فماش، حاضر 100%، يسوغا لا مع الجروب، وباش يعاون الفريق نتاعو في نسق تصاعدي بالتجربه نتاعو، بالامكانيات نتاعو سورتو الفنيه. وديما نقول الرجاء عائله كبيره، اللي يدخل ديما يربح وقت، يلقى فما تضامن، يلقى فما سورتو امبيونس باهي تخلي اللي كونو نندمجو ديريكتومون في صلب الموضوع.